بسكوت جوز الهند نفس اللي بتاخدوه من المخابز وألذ وأسهل. على فكرة بعد هاي الوصفة بالذات عن جد لازم تدعوا لي لأنها بسيطة سهلة وبثلاث مكونات ونتيجتها فخمة وبتجنن. شوفوا ما أجملهم هدول أولاً، بعدين الطراوة. شوفوا شوفوا الوصفة، ثلاث مكونات رح تاكلوا إشي كتير طيب. أول إشي ضفت 4 بياض بيض ورح أضيف عليهم 1 كوب من السكر ومعلقة من الفانيلا طبعاً حطيتها، ورح أحركهم كتير منيح ليدوب معي السكر. هيك القوام بالضبط اللي بدي اياه صار ممتاز. السكر داب عندي تمام وحركته تقريبا 5 دقائق بالويسكي اليدوي. هلا رح اخذ تقريبا 1.5 لكوبايتين من جوز الهند واقلبهم مع بعض. عشان اضبط المعلومه اخذ معي تقريبا 2.5 كوباية من جوز الهند، قلبتهم كلهم مع بعض كتير منيح. هلا رح بلش اشكل فيهم. عم بستخدم سكوب البوظة عشان يطلعوا كلياتهم نفس الحجم ونفس الشكل تقريبا. عندي هون ورقة زبدة على الصينية، شايفين يكونوا كتير حلوين. هدخلهم على الفرن على حرارة 180 لحتى ياخذوا لون كتير حلو من تحت، بعدين احمرهم من فوق.